معكم الطالب خليل ضيف الله الشهري، خريج الجامعة السعودية الإلكترونية، تخصص معلوماتية صحية. أعمل حاليا مديرا لإدارة المعلومات الصحية بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر. تقدم الجامعة برامج فعالة بما يتوافق مع سوق العمل، ويكفي فخرا بأن المناهج من أرقى الجامعات الأمريكية التي تمثل إضافة كبيرة للطلاب والطالبات. يتنهج الجامعة أسلوبا يعد الفريد من نوعه، بحيث يسعى الطالب إلى البحث عن المعلومة عن طريق اللجوء إلى وسائل التعلم الرقمية التي توفرها الجامعة للطلاب، مما يسهم ذلك في إثراء مدارك الطالب ويسهم في زيادة إدراكه المعرفي، وكذلك يزيد من فرص الطالب في تطوير ذاته. في الأخير، تكون الجامعة قد أعطت الطالب مفاتيح المعرفة إلى سوق العمل عن طريق توفير مناهج علمية متطورة. ومن خلال تجربتي أثناء فترة الامتياز، أدركت أهمية هذا النظام من التعلم ومدى التطور الذي حصلت عليه، سواء كان علميا أو عمليا. زميلكم السابق زياد العرفج، خريج من كلية الحاسب تقنية معلومات، موظف في شركة أرامكو السعودية، وطالب حالي في مرحلة الماجستير في تخصص سايبر سيكوريتي. تخرجت من جامعة لها منهج فريد، وهو أن الطالب هو محور العملية التعليمية. هذا النهج يكسب الطالب خلال 4 سنوات في مرحلة البكالوريوس مهارات تجعله قوي في تحديات المستقبل. فالآن أنت عند مفرق طرق إكمال الدراسات العليا، ولنا أمثلة من زملائنا الخريجين من هذه الجامعة، من الدفعة الأولى، من زملائي شباب خريجين في أستراليا على الابتعاث، برنامج الابتعاث، شباب موجودين هنا في الجامعات السعودية الحكومية. لنا أمثلة أخرى، القبول في الشركات العالمية أو الشركات الكبرى مثل شركة أوراكل، شركة أرامكو السعودية. الجميل في الموضوع أن هذه الجامعة مع النهج الفريد حقها في أن الطالب هو محور العملية التعليمية وهو الباحث عن المعلومة، هناك أيضا ميزة في التخصصات ونوعية التخصصات الموجودة، حيث أنها هي احتياج سوق العمل، وهذا ما يميز الجامعة كونها دمجت بين الطريقة الفريدة في التعليم بالإضافة إلى التخصصات المتوافقة مع احتياج سوق العمل. أنا على يقين ومتأكد أن شخص اجتاز المرحلة الجامعية في الجامعة السعودية الإلكترونية هو قادر على تجاوز جميع الصعاب. وفالكم التوفيق وألف مبروك النجاح.